السلام عليكم. دي اخر مرة هتكلم فيها بخصوص التنمية الكلامية، بخصوص التنمية البشرية. ناس كتيرة جدا زعلانة مني، بتقول يا دكتور احمد انت بتهاجم الجماعة بتوع التنمية البشرية ومش عاجبك حاجة في التنمية البشرية. الكلام ده يعني يا جماعة بعد اذن حضراتكم، انا مفيش ما بينه وما بين اي حد اي حاجة خالص، وارجوكم يا جماعه بعد اذن حضراتكم، عايز حضراتكم تسمعوني كويس جدا سواء اذا كانوا متخصصين في التنميه او غير متخصصين في التنميه، او الناس اللي شغاله في التنميه او الناس اللي مش شغاله في التنميه. خلاص يا جماعه، عايز بس حضراتكم نسمع بعض، واذا كنت مخطئ قولوا لي يا عم ان انت مخطئ، اذا كنت انا على حق قولوا لي انت على حق. بس يا جماعه بعد اذن حضراتكم، انا واحد من الناس ما برضاش بالغلط، وما ينفعش ان انا اجي عند الحاجات العلميه تحديدا وعد الامور كده واخليها تمر مرور الكرام. اولا انا لا ضد ان الناس تشتغل، وانا اكتر حد بشجع الناس على الشغل، ومش ضد ان الناس تسعى وتجتهد وان هي تطور من نفسها وتشتغل على نفسها. الكلام ده هو يعني قولا واحدا، الكلام مش هتكلم عن اللي الناس كلها واللي ربنا سبحانه وتعالى، سيبك من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. لكن النهارده في بقى مشكلة كبيرة جدا لازم اتكلم فيها. تعالى يا ابني، الناس اللي هي عمالة تتخرج، الشباب اللي هم بيتخرجوا اللي لسه النهاردة طالع من يعني من قشرة البيضة، تمام، ومسمي نفسه كوتش، والكوتش ده بيعمل محاضرة مجمعها كده كلام اي كلام، سواء اذا كان من النت على شوية همبكة على شوية على خلفية حمو بيكا وراه. ده الجديد دلوقتي، ده الفيرجن الجديد دلوقتي، وان بيحلل الاغاني الشعبيه وبيربطها مش عارف مع ايه وايه وايه، كلام اي هبل في الجبل زي ما بيقول، تمام. طيب، وهتكلم بلغه الشباب، مش هتكلم بالصيغه دي لان انا لازم اتكلم كده، خلاص. طيب، يحصل ان الشاب يروح يجري على امه او على ابوه، تمام، ياخد منهم 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه تيكت رسم دخول، لو يدخلوا بقى قاعات او نادي او في اي حته، كلمتين مع شويه قوم يا ابني اقعد افرد عضلاتك وقوم، انت كده بقيت كويس، انت هتكسر الدنيا بعد لما ايه، بعد لما هتخلص الايفنت ده. الشباب تخلص الايفنت، تروح بعد منها بالظبط بربع ساعه بالظبط، تلاقي ان الحاله اللي هو كان عايش فيها مش عارف يتواءم معاها، فبيضطر ان هو يحاول ان هو يكمل الجزء ده بشق بقى تاني، بقى اذا كان بقى يشوف عجبته الحاله بتاعت اللي بيتنطط دوا، يضطر ان هو يقول لك ايه، اصلا في كورسات تانيه اسمها تي او تي، ازاي تكون ازاي ان انت تعرف تواجه الجمهور، ازاي ان انت تقعد قدام الجمهور وتتواجه وتتكلم معاه والكلام دوا، ويبدا ان الناس تدفع 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 تدفع، وفي الاخر المحصله صفر. هتقول لي انا بروح اقعد، ما انا بستفيد، حضرتك دي اسمها محاضره، حاجة عادية جدا، ان لو الشخص ده هيروح يقول كلمتين ينشطوا الحال، دي اسمها تنشيط حالة، تمام؟ او يعني حلقة ثقافية او حلقة معرفية، لكن مش تحت بند وعنوان حاجة اسمها تنمية بشرية. تعال يا ابني بعد اذن حضرتك، انا ما بكلمش حضرتك، انا بكلم الشباب دلوقتي والناس الكبيره تفهمني بقى، الله يكرمكم، عشان ده يعني دي الموضوع ده عامل معايا مشكله كبيره جدا، مشكله من الناحيه الاقتصاديه. وبقول الكلام ده هو ليه؟ لان ده بيأثر على الميزانيه وبيأثر على الدخل وبيأثر على والشباب بقى دلوقتي على فكره بقى فيها نوع من انواع التسول، وفي حاجات كتيره جدا وانا مش عايز اتكلم فيها. طيب، الجزء بقى اللي انا بتكلم فيه بعد اذن حضراتكم، متخصص وغير متخصص اسمعني، يعني ايه تنميه؟ تنمية يعني تطوير ورفع كفاءة أي شيء في الدنيا. تنمية يعني تطوير وتحديث ورفع كفاءة أي شيء في الدنيا، ثلاث كلمات هما بيتقام عليهم علم التنمية كله، تمام. ومش عايز أتكلم كتير في أكتر من ثلاث حاجات، اللي هو أول حاجة تطوير وتحديث ورفع كفاءة أي شيء في الدنيا. طيب، لما نيجي أخد على التنمية البشرية، التنمية يعني إيه تنمية بشرية؟ مش حاجة اسمها في الدنيا تنمية بشرية، مفيش حاجة اسمها في الدنيا دي اسمها تنمية بشرية. الكلام ده أنا بطلع عليه وبطلع على وهتقول لي إبراهيم الفقي أستاذنا وعالمنا الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله تعالى عليه، الراجل كان بيشتغل هيومن ريسورس ديفلوبمنت، مش تنمية بشرية، الراجل بيشتغل على تنمية الموارد البشرية. لكن مفيش حاجة اسمها في الكوكب كده، وأنا بقولها أهو، حاجة اسمها تنمية بشرية كده، يعني تنمية بشرية كده مطلقة، لأ،
ولكن في حاجه اسمها تنميه ورفع، اللي هي ايه؟ تطوير الذات. كلمه تطوير يبقى تدخل تنميه على طول. تطوير الذات يعني انا انا بشخصي بنفسي عنوه وليس اقتدارا، ان انا بروح اخرج والعب وانام واحضر محاضره، اسمع كلمتين كويسين، احفظ قران، ادخل الجامع، ادخل انا بتكلم مسلمين مسيحيين، ادخل الكنيسه، ادخل اي مكان في الدنيا عشان اتلقى الامور الروحانيه، علوم الدين، اسمع كلمه محاضرتين، اتكلم كلمه. انا اللي بروح من نفسي، بطور من نفسي ومن ذاتي، انا اللي متجه نحو التطوير. اذا ده كده بنسميها كده، ده اسمه اللي هو ايه؟ تطوير الذات. تطوير الذات وليس تنميه بشريه. خلاص، كلمه انا جاي دلوقتي بس بحاول بس بالراحه كده عشان بس افهم الدنيا تبقى رايحه فين. طيب، طب لو انا اشتغلت على رفع دخل الدخل بتاعي، طورت الدخل بتاعي ونميته وغيرت الدخل بتاعي، بدل ما كنت باخد 1000 جنيه بقيت باخد 2000 جنيه، دي اسمها تنميه اقتصاديه. التنميه الاقتصاديه هو استغلال الموارد، سواء اذا كانت الموارد البشريه اللي هي الموارد البشريه او الموارد الذاتيه بتاعتي او الموارد اللي حوالين مني، في ان انا بستخدمها بضربها كده في الخلاط مع بعض وبستغلها افضل استغلال امكن عشان ترفع الدخل بتاعي، دي اسمها تنميه اقتصاديه. طيب، تنميه الموارد البشريه يعني ايه بقى؟ تعالى بقى يا فندم بعد اذن حضرتك بس عشان نبقى احنا عارفين الاشتباك جاي فين. تنميه الموارد البشريه يعني انا داخل على مكان، داخل على وظيفه، داخل على تخصص، داخل على اي مجال في الدنيا انا عايز اشتغل فيه، فبضطر ان انا اخد دورات مكثفه فيه عشان اعرف بس بدايه الطريق اللي انا يخليني ابدا ادخل، ها، ابدا اخد بقى الخبرات اللي هتجيلي بعد كده. خبرات قلت ايه؟ قلت خبرات، الله ينور عليك. خبرات يعني ما تقلش عن من 15 ل 20 سنه. من 15 ل 20 سنه، مش حضرتك اللي لسه متخرج النهارده او لسه متخرج امبارح، تمام، جاي بتقول لي تعالى اكلمك في تطوير الذات واكلمك في ازاي تحسن من دخلك والكلام ده. لا، تطوير الذات من اوله لاخره، تمام، ان انا مني انا طوعيه، مني انا شخصيا، انا اللي بطور من ذاتي، انا اللي حد هيجي يقول لي كلمتين، حد هيجي يقول لي تعالى اخليك انت تبقى انت احسن واحد في الدنيا، لا، مفيش الكلام ده. احسن واحد في الدنيا هو حضرتك، قرارك الذاتي اللي انت بتاخده وبناء عليه بتبحث عن تنميه الموارد الذاتيه بتاعتك، تمام. هي ايه تنميه الموارد البشريه بقى؟ تنميه الموارد البشريه يعني الشركه عايزه موظفين، بترفع من كفاءه وقدرات الموظفين اللي عندها. انا عايز اشتغل في شغلانه، بروح عايز العب كره قدم، بروح بعمل تنميه، بنمي ذاتي في اتجاه تنميه اللي هي بقى الموارد بقى، عندي رجلي وعندي عضلاتي وعندي وكل الكلام ده، ببدا استغل القدرات والمهارات اللي عندي دي، وبالاضافه شويه خبرات صغيره جدا جدا عندي في الحياه عن الكوره، بالاضافه ان انا عارف شويه التحكيم اللي حوالين مني وايه بقى قواعد اللعبه والكلام ده، بدخل العب، في اروح اتاهل، اتمرن، ارفع قدراتي، اروح احترف. كل ده في اتجاه ان انا بنمي ذاتي في اتجاه وظيفه معينه او مهمة معينة او مهنة معينة عشان اشتغلها، دي اسمها تنمية الموارد البشرية. لكن تعالى اوريك فن غسيل الحلل، وفن انك ازاي تضحك وازاي تهزر وازاي الناس تبقى كلها بتحبك وتبقى انت ازاي عايز تعرف هو في حد ده. القبول ده بتاع ربنا، القبول بتاع ربنا. انا لا بقول لك اكتر واحد ممكن تلاقيه مكروه في الدنيا كلها العبد لله بيكلمكوا دوت، بس في ناس بتحبني زي ما بقول لك كده. ليه؟ عشان انا ممكن اكون صريح، فما عنديش حته ان الايه الاستست دي، ان انا اقعد بقى اتكلم مع الناس بمرونه والكلام ده، ممكن الناس بقى تزعل، من في ناس تزعل، من في ناس تحبني جدا بصراحه. فدي مش الحاجه اللي انت هتغيرني فيها، دي طبيعتك وكينونتك وشخصيتك اللي انت اتربيت عليها وطلعت واتولدت بيها وبقيت فيها على يعني على لما كبرت، مش انت اللي هتيجي من يوم وليله. واللي بيعمل بقى عن ايه؟ عنك ازاي تغير عاداتك السيئه، وفي البريك روح بيشرب سجاير في البريك، فين انت جايب تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ لا لا الا الله. يعني كده بيتكلم عن الزواج، كيف تكوني زوج، كيف تكون زوجا مثاليا وهو مش متزوج.
تمام، وتيكت ب 500 جنيه وتيكت ب 300 جنيه، ازاي تواجه مخاطر ومشاكل فرص العمل اللي وحضرتك بطاله مش شغال في اي جهه، حضرتك كل اللي انت تساله فيه انت شغال في ايه؟ انا شغال كوتش، انا بقيت ناجح، بقيت كوتش. كوتش في ايه حضرتك؟ اه لا والله بقيت ان انا بدرب في التنميه البشريه. طب ايه هو السوفت سكيلز بتاعتك؟ مفيش. هم لا انا على فكره عامل قد حوالي 50 معاك بقى يقول لك تمام. لكن اللي هو بقى ان انت تقعد مع حد. طب الدكتور فاروق، الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله تعالى عليه، كان راجل اساسا دارس علم نفس، وراجل اتمرمط وسافر امريكا وراح وجه، وراجل مسك مدير لمجموعه شركات ويتعامل مع الواقع في الراجل طلع من حياته دي ان الراجل نقل خبراته وكل محاضراته كلها عن خبراته اللي طور فيها ذاته. بس الراجل لا جاب لا من بعيد ولا من قريب، بعد كده بدا ان هو مع الوقت بدا ان هو ينقل علمه وخبراته مع الاحتكاك الشديد جدا بالحياه، بدا ان هو يفنده ويعمل منه كتب صغيره، وهذه الكتب اسمها كتب تطوير الذات. كتب تطوير الذات، ما قالش هنا علم التنميه البشريه. والراجل انا كنت على يعني انا حصل لي الشرف في يوم من الايام ان انا التقيت بيه، وكان في نقاش فكري كبير جدا جدا رحمه الله تعالى عليه، وكنت مع مجموعه على فكره وبينت وجهه نظر دي. قال لي وجهه نظرك سليمه 100% 100%، ولولا التوثيق ولولا الكلام والله كنت كان زماني كان المفروض يبقى معايا دوكيومنتس حاجه زي كده عشان اعرف اواجه بيها كم التسول في اللي بيحصل، في المهزله اللي بتحصل. فانا حريص جدا جدا على فلوس الناس، حريص جدا جدا على ان الناس ما تصرفش فلوسها في حاجه للاسف الشديد. يعني عايز حضرتك تطور من ذاتك، حضرتك عندك الانترنت تمام، عايز تطور من ذاتك حضرتك خش سوق العمل، عايز حضرتك تطور من ذاتك اقرا تجارب الناجحين، مش حد يجي يسمعها لك. عشان اروح اسمع انا روبرت كايوساكي من حد تاني يجي يقولوا لي يقول لي التجارب بتاعته ايه، يقول لك يفند لك بس اللي هو الاب الغني والاب الفقير، ويقول لك الكلمتين اللي في الكتاب اللي الراجل كاتبهم روبرت كايوساكي، حضرتك تروح تدفع له 500 جنيه وتقول لي انا راح اخد هيومن ديفلوبمنت. الكلام ده كلام ما ينفعش يا جماعه. في فرق ما بين التنميه البشريه اللي هي التنميه الذاتيه، مفيش حاجه اسمها تنميه بشريه، مفيش حاجه انا بقولها اهو بمنتهى الصراحه، مفيش حاجه اسمها تنميه بشريه، ولكن في حاجه اسمها تطوير وتاهيل الذات تمام. مفيش حاجه اسمها ان انا حد يجي يقول لي ازاي ابقى ان الناس تحبني. صدقوني والله العظيم انا بقى بقول اهو من واقع. هو هنا بقى السوفت سكيلز اللي انا بتكلم فيه، اللي معاك دوكيومنتس كتيره جدا جدا، بالله اشرب ميتها، خدتها في سنه، خدتها في سنتين. انا بتكلم كلامي ده على فكره من واقع كام، انا من سنه 2000 من سنه 2005 2005 2006 من سنه 2006 وانا في العمل العمل العام والخدم والتطوعي والخيري والعلمي والاكاديمي والبحثي. القريبين مني يعرفوا ان انا كنت يعني متناول السبع حاجات دول. فلما اتكلم ده انا لو هتكلم بس على كل سكيلزايه بس من السبعه دول، ده انا اعمل مجلدات من كم يعني التلطيش اللي الواحد شافه في الحياه. ومع شوف من 2006 لغايه ده ولسه بتعلم. ما ينفعش اروح اعمل محاضرات واعمل كتب واعمل كلام زي كده، لان دي حاجات انا اكتسبتها، فبنقل اللي اكتسبته ده بالراحه للناس. مش شرط بقى ان انا اجي مع كل واحد اقول له كلمتين، اقول له ادفع لي الاول عشان اعرف اتكلم معاك، خليك تعدل من سلوكك ازاي مع زوجتك، وازاي تتكلم مع اولادك، وازاي تبقى فن البطيخ وفن تقشير البطاطس وفن تقميع الباميه. ايه المهزله اللي احنا فيها دي؟ انا يا جماعه بعد اذن حضراتكم انا اضطريت ان انا اتكلم كده عشان ما تخلوش ولادكم وولاد ولادكم وحضراتكم يعني حد يشتغلكم وحد يضحك عليكم. اهلا وسهلا. في طب خلينا بقى نتكلم بشكل موضوعي اكتر. الشباب اللي هي بتعمل عندها ملكه الالقاء، شوف عشان بس الناس يبقى حط كل حاجه في نصابها. الناس اللي عندها ملكه الالقاء والقبول وان عنده يد اسمه محاضر.
مش كوتش، حاضر عنده ملك. ايه المشكله؟ ما عنديش اي مشاكل مع الناس دي. يعني مثلا ايه يقول والله انا هدي محاضره النهارده يا جماعه، هكلمكم عن شخصيه مثلا روبرت كايساكي والمرجع بتاعي الاب الغني والاب والابن، الاب الغني والاب الفقير، تمام، وهكلمكم عن سكيلز وجهه نظري ايه. دي اي حد في الدنيا يعملها، ولو هاخد عليها مقابل وهيعجبني ان الراجل اروح مثلا يقنعني ويعمل حاله ان انا يضيف لي معلومات ويفسر لي كتاب والكلام ده، اديله فلوس. ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله. لكن ما بقاش انا نصاب ان انا اقول ان انا بدعي ان انا بغير الناس، ده غلط. نصاب اللي يقول انا هتكلم عن فن النجاح وهو في الجامعه كان ساقط 7 سنين. نصاب اللي يقول انا هتكلم عن ازاي تحل وتدير حياتك الزوجيه وهو لم يتزوج، تمام. شوفوا بقى، انا ده هنا بقى نهايه الكلام اللي انا عايز اقوله، تمام. عايز تنميه بشريه، يبقى تطور من ذاتك حضرتك، مش تطور من الاخرين بالشيء اللي انت فاقده، لان ده نقص، تمام، ده نقص وعيب، تمام. انا شوف بكرر تاني، انا مع المحاضرين الشباب، اهلا وسهلا، اعمل محاضرة اتكلم فيها عشان الناس تفهمني صح، اعمل محاضرة وخد مقابل فيها، مفيش اي مشاكل، ده تعبك، انا يختلف معايا او يتفق، اهلا وسهلا، مفيش اي مشاكل. لكن ما تدعيش ان انت بتغير الناس، ما تدعيش بده، عيب. وانا مش هتكلم تاني اكتر عن كده، اعمل بستراكت سريع جدا، التنمية الاقتصادية ان انا برفع دخلي وبنمي موارد الدخل بتاعتي من خلال استغلال الموارد بتاعتي واللي حوالين مني، تنمية موارد بشرية، يعني مورد، انا عندي موارد، عندي واحد يعني سليم، في واحد قصير، في واحد طويل، في واحد كذا، بعمل اعادة تأهيل وتدريب بالنسبة لي القصير. لا ده انت عندك سمات وسمت 1 2 3 ممكن تتعامل مع العملاء، في واحد سريع البديهة، في واحد عنده، اعمل بقى الكلاسيكيشن دوا واعمل له اعاده تاهيل عشان يبقى واجهه الشركه بتاعتي او ان هو يتاهل لسوق العمل بتاعه. 3 قلنا حضراتكم تنميه زراعيه، تنميه زراعيه يعني توسع افقي، توسع راسي، بطور وبحدث وبستغل الميه والارض كل الكلام الجميل ده عشان اعمل تنميه زراعيه. تنميه صناعيه بعمل تطوير واستخدم التكنولوجيا الحديثه واطور واحدث في المنتجات بتاعتي عشان اعمل تنميه صناعيه. تمام؟ هقعد اقولهم لك من هنا لغايه التنميه القانونيه ابدا ان انا ادخل احدث كمشرع، احدث واطور واعمل تحديث واغير في القوانين بما يتماشى مع الظروف المواتيه والمحيطه اللي حوالين، دي اسمها تنميه قانونيه، واتعلم واطور. لكن ان انا اروح اخد كورسات في القانون ده اسمها تطوير ذات، ان انا بطور من ذاتي. لكن تنمية قانونية ان انا كحد قانوني ايدي في التشريع حدثت وطورت، فبعمل تنمية قانونية من قانون قديم بحدثه لقانون جديد وهكذا، وقيس على كده كتير جدا جدا، مش هتكلم تاني اكتر عن كده، وقيس على كده كل المجالات. ولكن يا رب تكون وجهة نظر وضحت عشان ما يبقاش احنا في دايرة التغيير والتوعية ونيجي نخبط في الجهل، لان كده ما ينفعش. انا اسف جدا جدا على الطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.